wonderful to be here. This is my first time visiting the parish here. قسم كاثوليكي يعتنق الإسلام ويشغل بال العالم بتصريحات لافتة. هذا القرار كان ضرورياً وهو بمثابة عودة إلى الوطن. أعلن القس الأمريكي هيلاريون هيغي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اعتناقه الإسلام، مغيراً اسمه إلى سعيد عبد اللطيف، وقال: بعد عقود من الانجذاب إلى الإسلام بدرجات متفاوتة، قررت أخيراً أن أصبح مسلماً. ولكي يحدث هذا، كان التحرك الجسدي ضرورياً ومنظماً، إذ كنت أعيش في دير كاثوليكي. Really sad to see this. So an Eastern Catholic priest and monk just recently became a Muslim, Father Hilarion Hegi. القس الذي رأى أنه لا يمكن للمرء ببساطة أن يكون كاهناً وراهباً في العلن، ثم بعد أن هداه الله إلى الإسلام أن يبقى في الخفاء، نشر ترجمة للآية 172 من سورة الأعراف، معتبراً أن هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على كل بني آدم يؤكد حقيقة أن الإسلام هو الدين الحق، وأن العودة إليه هي في الحقيقة عودة إلى الوطن. ما قام به سعيد لاقى ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لاحظه الأخير قائلاً: إن الحفاوة التي شاهدتها وتلقيتها من المجتمع الإسلامي أمر هائل، ولم أجرب مثل هذه الحفاوة في حياتي من قبل. كما أعرب عن شعوره بالسلام والفرح قائلاً: حان الآن وقت التعمق في الإيمان، ومنذ نشر الأخبار عن اعتناق الإسلام رسمياً، فإن صندوق الرسائل الخاص بي يفيض وهاتفي لم يتوقف عن الرنين. To me, so I'll just say, you know, my friend Hilarion, I totally understand what it's like dealing with a lack of peace. I understand that's kind of an abiding theme, and you feel that you found peace in Islam, and I imagine there's a temporary peace there. I don't think it's going to be an abiding peace. وكان الكاهن المقيم في كاليفورنيا سابقاً أرثوذكسياً روسياً بعد أن انضم إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في عام 2003، وذلك قبل مغادرته عام 2007 والتحول إلى الكنيسة الكاثوليكية الشرقية. هو تخرج من دير في سانت نازنز في ويسكونسن ليصبح كاهناً بيزنطياً كاثوليكياً، وأعلن أخيراً عن خطط لإنشاء دير مسيحي شرقي في كاليفورنيا.